تعالوا بقى مع بعض نشوف البطاطس المقليه النهارده هنعملها ازاي، او عجينه البطاطس المقليه. عباره عن بطاطس بيوريه اهي، هنحط عليها ملح وفلفل اسود وبيكنج باودر. ماشي، ملح، بيكنج باودر، بهارات، اي بقى بهارات انتوا حابينها، فلفل اسود، و ابتدي اعجنها بايدي او بالعجانه. طبعا العجانه ما بتاخدش وقت خالص معانا، الايد ممكن تاخد وقت طويل شويه، فايه بس انا هوريكم بالطريقه التقليديه جدا، عشان بصراحه كذا حد برضو قال لي يعني احنا ما عندناش عجانه. اهو بنعمل كده، ما نحطش عليها ولا بيضه ولا اي حاجه. الدقيق بقى هتبقى ايه؟ الدقيق على حسب ما تبقى عجينه معايا، خلاص، لان كل واحد بيستخدم نوع دقيق معين. فاهو يعني ممكن على البطاطسيتين كوبايه دقيق صغيره، عشان انا عايزه طعم البطاطس يبان كده. خلاص كده كويس، الم بقى كده كله مع بعضه واسيبها تريح 10 دقائق، من 10 دقائق لربع ساعه. احط الزيت بقى كده بس. وهنا بصوا دي العجينه، بناخد حته كده صغننه اهي، بصوا عامله ازاي اهي، ونقعد نفردها بالنشابه لحد ما تبقى بالمنظر ده. هبتدي بقى اقطع بالقطاعه دي كده، ماشي اهو، واحط في الزيت على طول. ماشي، اقطع ونحط كده في الزيت. انا عامله شكل قلب وعامله شكل وردات، عامله كذا شكل. انا برضو عامله طبعا نسخه منها، شكلها حلو قوي، فالقطاعه اللي عندكم اشتغلوا بيها. شايفين اصلا المنظر يجنن. ده بقى الديبنج بتاعها، ممكن يبقى جبنه، ممكن يبقى كاتشب، ممكن يبقى هاني ماسترد، اللي انتوا عايزينه. بصوا دي ممكن عايزه تبقى شويه. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.